وسهلا فيكم. هلا بهذا التمرين اللي هو تمرين لاتر ريز، اللي هو تمرين الفلاي او اللي بنحكي له شولدر فلاي، اللي هو تمرين الرفرف الجانبي بالعربي اللي احنا بنحكي له رفرف الجانبي. هلا هذا التمرين عمالي بشوف ناس كتير عم تعمله غلط، يعني اكثر من 80% من الناس بالجيم عمالها بتعمله غلط. في بهذا التمرين احنا بنحاول نستهدف، لما نحرك الايد للجنب بنحاول نستهدف عضلة الكتف الجانبية، فاللي ما بدنا اياه يشتغل معانا اللي هي عضلة الترابس. فالترابس اللي هم الترابيس لما بدهم لما يشتغلوا لما يصيروا ياخذوا من التمرين راح يكبروا. للشباب بشكل عام والبودي بيلدرز بالنسبة لهم هذا مش اشي سيء، لانه هو بده يكبر الترابس، بس لما يصير في عنا بدنا نعمل اشي تركيز كامل بصير هذا الاشي شوي سيء، او ممكن يعمل اوجاع ما الها داعي. هلا بالنسبة للبنات بالشكل، احنا دائما لما بنشتغل على الصبايا بنشتغل على الشكل العام للصبايا، بنحاول انه موضوع الترابس هذا ما يكون طالع، لانه مش شكل انثوي انها تكون عندها البنت ترابس هالقد. طبعا مش انا اللي بحكي، انا بحكي من الكلاينتس تبعوني كلهم بطلبوا انه انا ما بدي هاي الترابس المنطقة تكون عالية، بدنا اياها تكون نازلة لتحت عشان تبين الكولر بون، عشان هذا بالنسبة لهم اشي حلو. فاحنا هاي المنطقة ما بدنا اياها لشغلتين للصبايا، اول شيء الشكل، وتاني شيء مهم جدا انه لما هاي تصير تشتغل زيادة عن اللزوم راح تسحب لنا الرقبة كلها لقدام، راح تعملنا مشاكل تانية بتسبب مشاكل بالظهر، بصير في عنا ضعف بالعضلات اللي هي الرير دلتس وعضلات الظهر الميد باك. هلا بهذا الفيديو بدي تعملوا التمرين بهاي الطريقة. هلا حورجيكم الطريقة الغلط. اول شيء الطريقة الغلط اللي هي هاي، لما احنا بنطلع بالدمبل هاي من ورا وهاي من قدام، من قدام ومن ورا، كيف الواحد بصير يحرك كتافه، هذا الهز كله لفوق، لما واحد يهز من هون بصير يحرك كتافه. الطريقة الصح اللي بدنا نعملها انه بدنا نفتح الايد لبرا، بدل ما تكون الايد نازل لتحت راح نفتح الايد لبرا، بننزل الكتف كامل لتحت وبنرفع الايدين للسايد ب90 درجة. هلا الكوع راح يكون متني بما يقارب 45 درجة، يعني ما راح يلزمك منقلة عشان تحسب قديش 45 درجة، بس يعني لو تنى الواحد كوعه شوي صغيرة ما يكون مستقيم على اخر فاتح ايده، لانه بعدين بصير في عندنا ضغط على البايسبس، فاحنا بس يتني كوعه شوي صغيرة يرفع ايده على الاخر. هحورجيكم التمرين من كل الزوايا، بننزل الكتف لتحت وبنرفع الايد باتجاه 90 درجة وبننزل فيها شوي شوي عشان نركز على انه الكتف الجانبي هو اللي ياخذ الوزن.